أيام 2009، إنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا لو كان عليك العمل اليوم؟ منذ 100 سنة قد مضت كان على الأطفال العمل. البعض منهم لم يصل حتى إلى 10 من عمره. كان عملهم اليومي يصل أحيانا إلى 16 ساعة أو أكثر. هؤلاء الأطفال لم يذهبوا أبدا إلى المدرسة، ولم يكن لديهم وقت للعب، ويصعب عليهم أن يحظوا بهواء نقي. كيف لهذا أن يحدث؟ بعض الأطفال لم يكن لديهم أمهات أو آباء أو شخص ليعتني بهم، والبعض منهم كان عليهم الاعتناء بآبائهم وأمهاتهم المرضى، والبعض الآخر كان عليهم المساعدة في قوت عيش العائلة. كان الكثير من الناس قلقين بشأن هؤلاء الأطفال. أجبروا الناس الذين وضعوا القوانين لفعل شيء حيال هذه المشكلة. في 1916 قانون جديد قد رفع للمرة الأولى في الولايات المتحدة. الأطفال الصغار لا يسمح لهم بالعمل في المصانع. الناس اليوم يفهمون أن للأطفال راحة ووقت للعب، وأيضا يعلمون بأن الواجبات المدرسية أو الواجبات هي أفضل عمل للعقول الصغيرة. كان هذا نص أو بيام 2009، نص الإنجليزية في بيام 2009 وفقط.